الساعة 3:45 ويعني احنا سعيدين جدا اليوم في ضيافة الديوانية اليوم اعلامي قدير صوته يرن بالاذن لما يقدم الاخبار. هو شاعر كبير ايضا له اسلوب خاص في الالقاء. يا ما سمعناه بالإذاعة يا أبو عيسى. نعم. أنا 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 يعني صغير أمامكم وأنا صغير أسمع الأستاذ. أنت كبير بقدرك يا أبو عيسى. الشاعر والإعلامي مالك زود الله يحفظك القدير حيدر مرداس الهزاع. الله يطول عمرك. يا هلا ومرحبا. شكراً أبو سعيد يوسف. جدا بوجودك. الله يطول عمرك. أنا أيضا سعيد وسعيد اليوم في هذا اليوم المميز. الله يحفظك. ومع الأستاذ الكبير أيضا وأنت الأستاذ الكبير. الله يحفظك. محمد الجيمي أبو عيسى. بارك فيك. سيكون هذا اليوم يوم مختلف بإذن الله تعالى. بإذن الله. بإذن ولكن الله. أنا يعني ودي أوصل هذه الأمانة. حقيقة وأنا جاي في السيارة قبل شوية كلمتني الأستاذ الكبيرة يمكن تكون مفاجأة نجاة الصغيرة الله وسلمت الله. عليكم سلام الله يسلمها. اي والله شلون صحتها؟ والله طيبة الحمد لله. أنا متواصل معاها من 77 ما شاء الله أيام الدورات التدريبية في مصر كم عمرها الحين دشت في 87 ما شاء الله لها طولة العمر إن شاء الله. اي والله تستاهل أم وليد وليد قامة نعم ما يحتاج. زين صحتها ذاكرتها؟ والله ذاكرتها كويسة يعني مركزة للحين ما شاء الله ويعني تكلم بثبات وصوتها قوي ما شاء الله. نتمنى لها التوفيق ونتمنى لها الصحة والعافية وطول العمر إن شاء الله. آمين آمين. أنا لما يعني بتكلم عن أبو عماد الشاعر والإعلامي حيدر مرداس الهزاع أنت شاعر ولا إعلامي؟ أنا أولا حيدر مرداس الهزاع. أنا من قبيلة شمر العربية. أنا ماكر الشيخ مرداس الهزاع الشمري. أنا بدأت مذيع في عام 1975. قبلها إذا تبين أتكلم لك في البداية كنت أدرس في الثانوية التجارية في عام تخرجت في عام 1972 الثانوية التجارية في شارع فهد السالم. نعم. هدمت والآن المثنى بدالها. صحيح. تخرجنا في عبد الله دشتي الله يرحم حميد بهمن عادل وقيان مجموعة من الأخوان راح في منهم راح طالب ضابط لأن شهادتنا كانت أقوى من شهادة الثانوية العامة فيها تخصص فيعطون ديوان الموظفين يعطون الدرجة السادسة لهذه الشهادة اللي هي شهادتنا وهذلاك سابعة. فقال لي عبد الله الله يرحمه قال خل نروح ندخل ضباط. قلت لا يا حبيبي راحنا ديوان الموظفين اللي ورا نادي الكويت سابقا وحولونا إلى وزارة المالية. عبد الله راح إلى المشاريع والاستملاكات وأنا جيت إلى مكتب معالي الوزير رحمة الله عليه عبد الرحمن العتيج. رحمة الله. قعدت في هذا المكتب 3 سنوات ثم أعلنت وزارة الإعلام بإقامة دورة تدريبية لمذيعين جدد في 75 75 نعم. رحت أنا يعني أواخر 94 يعني أنا تخرجت في 75 ويوم جيت ولا قدامي حوالي 82 متقدم أذكرهم بالحرف وفي الرقم ما شاء الله. خليني أسجل معك. والله في ذاك الوقت 82 وعدد الكويتين كم 220,000 يعني رقم هائل بالنسبة لعدد الكويتين. يعني كان في شغف واهتمام في المجال. كانت الإذاعة رائدة وما زالت رائدة إلى الآن ما شاء الله عليها. طيب فسجلت وبدأت الدورة. جابوا فاروق شوشة من مصر جابوا عبد الحميد بسيوني أستاذ اللغة العربية وجدي جابوا وجدي الحكيم جابوا كمال بشر بعلم الأصوات كل هذيلا كانوا موجودين تصفيات خلال 8 شهور صفينا 3 والله أنا وفوزية الفلاح وأسماء دبوس ما شاء الله. كانت طبعا هذه الأشياء كانت في عهد سيدي معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الإعلام الشيخ جابر العلي
رحمة الله عليه وعسى عظامه الجنة، مؤسس الإعلام الكويتي بلا شك. في عهده كان الإعلام في أوجه، نعم، ويعني ازدهار الإعلام في عهد الشيخ جابر العلي رحمة الله عليه، يعني قدم يعني ما لم يقدمه أي وزير آخر، هو وزير استثنائي. نعم نعم، هو الذي وضع الأسس الحقيقية للإعلام الكويتي، وما زالت هذه الأسس هي التي يتغذى منها كل ما هو إعلامي كويتي. شعورك وانت يعني يعني تزامنت مع هذه الحقبة في التأسيس في 75، دخولك مع هذه الأسماء شنو أثرها في عطائك الإعلامي فيما بعد؟ شنو استفدت من الدورة اللي التحقت فيها في 75؟ طيب أنا خلصت الدورة ودوني المذيعين، طبعا عملوا لي انتداب انتداب من وزارة المالية 3 شهور، وفي النهاية نقلت. طيب كان الله يذكره بالخير رئيس المذيعين محمد مطوع، محمد شوية صعب بانور، فكتب لنا حنا 3 في الهوية مساعد مذيع. قلت يا ابن الحلال شنو مساعد مذيع؟ المهم حنا بنتعلق فيه كل شيء. عقبها 5 شهور أرسلت أنا إلى لندن دورة تدريبية 2.5 شهر. كانت البي بي سي وين؟ في البوش هاوس. البوش هاوس تبعد عن يعني 20 دقيقة تقريبا. هو مول أصلا، البوش هاوس مول بنوه الألمان في الحرب العالمية الثانية، وكانت فيه هناك وأمام المول هي بالضبط. بالضبط. فأنا قعدت 2.5 شهر ورجعت خلصت الدورة. تميت عقبها شوي يمكن سنة في أوائل 77 أرسلت إلى دورة تدريبية أخرى في القاهرة 8 شهور. وهذه 8 شهور كانت هي الانطلاقة بالنسبة لي، أول وصولي أو بعدها بشهر. طبعا رحت هناك وين؟ في معهد التدريب الإذاعي، وطلبوني صوت العرب أني أقرأ مواجيز آخر الليل، لأن آخر الليل دائما هي مادة ميتة وما يعرفون قدراتي ولا يعرفون. بس لكن عندي أنا هذا شيء عظيم، صوت العرب. صحيح. نفس البي بي سي أثرت عليك يعني؟ طبعا. إيه؟ طبعا. شنو استفدت تحديدا؟ أنا أقول لك، أنا عمري كم 22 سنة، ما شاء الله. وعملية مثل هذه عملية يعني عملية بالنسبة دافعة يعني تطور. بس هذا في بداية مشوارك احترافية، عمل خارج الكويت. بالضبط. إيه. وهذه ما تحصل للكثير. أنا ماني مصدق. وكان معاي مذيع نفس الشيء داوم وياي، مصري الله يذكره بالخير، محمود المسلمي. محمود المسلمي الآن في البي بي سي. كان يوم كانت العربي تشتغل، يعني سكروها محطة هيئة الإذاعة البريطانية هذه العربية. ايه. سكروها. كان يقدم همزة وصل ومذيع أخبار. أنا طلبت من البي بي سي قبل 3 سنوات تكريم، فشفت هذا الرجل قدامي وجاء يسلم علي بحرارة، وشلونك هذا؟ ما أعرف. آخر شيء قلت علمني من أنت؟ قال أنا محمود المسلمي. صدمت وقفت بمكاني. قلت شو اللي غير شكلك؟ قال السنين والغربة. ف يعني لما كنت في القاهرة الدورة هذه يعني استفدت منها كثير، وصقلت فيها، وحصلت لي مواقف يعني كثيرة. إذا تخلوني مثلا أشرح لكم وأسولف، هي مجرد ذكريات في هذه 8 شهور. يعني أنا الآن أقرب مواجيز، وفي هذاك اليوم وأنا قاعد، طبعا قصة قبل قصة، جاني ما مذيع، جاني مال الشاي اللي وزع الشاي وهذا، قال لي يبونك برا. انا كنت موعد نجاس صغيرة على اساس اروح لها الاسماعيلية، وعلى اساس نسجل، وعلى اساس في امور ثانية. جتني ومعاها شخص، الشخص واقف ويتحلطم، لكن رجال كبير في السن. سلمت هلا ام وليد، هلا ام جون، قعد جنبها، وهذا الرجل قدامنا رايح جاي رايح، ما علي منه. احنا تكلمنا عن الاشياء يعني اللي تعطيك باور، تعطيك دفع، تعطيك. ولا جايني رجل مع العلاقات العامه، سلمت عليه، قال لي انا ما تعرفني، انا سراج عمر.
سراج عمر لحن، ملحن كبير وموسيقار كبير، لحن أغراب مقادير، لحن النشيد الوطني السعودي. هلا حياك الله. قال لي خلني أشوفك الليلة في شيراتون القاهرة اللي في الدقي. استحى من الأستاذ نجار. قلت تم، هذا اللي أقول لك رايح جاي، وهذا هذا حلمي رفلة. أيام يعني رجال يعني شوي كبير في السن الله يرحمه. وبعدين رحت الشيراتون في الليل، لقيت سراج عمر ومعاه المطرب السعودي رحمة الله عليه أبو بكر سالم رحمة الله. قاعدين، قعدنا أنا وسراج عمر. قلت أمرني شنو اللي تبيه؟ قال لي أنا أرسلني عليك صاحب السمو الملكي الأمير محمد العبد الله الفيصل. محمد العبد الله الفيصل يعني شاعر له أغنية لا تحاول، قلناها محمد عبده، أغراب، مقادير، تو الناس، ويعني أغاني وجود رجل يعني الله يذكره بالخير. أنا عشت معاه فترة طويلة من العمر إلى أن توفى في 2011. أبو تركي من الشعراء، أبو عبد الله الفيصل، هذه المدرسة العظيمة، المدرسة المتميزة رحمة الله عليه، صاحب السمو الملكي أيضا عبد الله الفيصل. قال شو اللي تبي مني يا أستاذ سراج؟ قال أبيك ترجع الكويت يومين، الأمير يبيك تلقي دواوينه الشعرية همس القلوب ورسائل المحبة بصوتك. ايضا هني مفاجاه في ذاك الوقت. في ذاك الوقت شو اللي خلاهم يختارون حيدر مرداس الهزاع؟ كنت ايوه كنت اقدم قصايد. كنت تقدم قصايد بصوتي بس. وين تحديدا؟ يعني في اي برنامج ياخذون قصايدي بصوتي؟ لا في صوت العرب، لا في اذاعه الكويت. في اذاعه الكويت لا صوت العرب ما قدمت شيء. صوت العرب بس كانت فقط في المواجيز. في المواجيز فقط. بس فقلت له يا استاذ سراج انا ايش رجعني الكويت؟ انا بدوره. قال مالك شغل، ارجع يومين وحنا ندبر امورك. رجعت الكويت واتذكر القيت ديوان همس القلوب، القلوب ورسائل محبه حق صاحب السمو الملكي الامير محمد عبد الله الفيصل عسى عظامه الجنه في استديو الدسمه اذا تذكرون. نعم. القيت الدواوين ورجعت واخذوا وراح. والله بدون شنو كانت الأصداء؟ الأصداء أول ما في إلا تلفزيون واحد ورادو واحد. صحيح. لو تقول العالم كله يسمع. صحيح. فهذه الأشرطة أرسلت إلى فرنسا، المكتبات العربية، إلى لندن، إلى أعتقد إلى الآن رومكو يوزعها. تحتفظ أنت في نسخ منها؟ موجودة. لا موجودة على اليوتيوب، على جوجل موجودة، وعلى اليوتيوب. تذكر من هذه الأبيات شيء ولا؟ والله ما أذكر. لا ما تذكر. ما أذكر محمد العبد الله الفيصل. زين آخر ما جادت فيه قريحتك نبي نسمع الحصري. إيه بسمع. إيه لأن إحنا حين عد عسل تشوف. لا لا لا. الأرضية كيف الموسيقية تناسبك. هذه آخر قصيدة. آخر قصيدة. ترى أنا جبت لك. هذه اسم ديوان حان الوداع، هذا في المطبع. ما شاء الله. عسى انا ما نشوف وداع. الله ان شاء الله. ان شاء الله. الله يحفظك. بس خلي يرفع لي الصوت. ارفع الموسيقى. ارفع. رحلتي رحلتي وصار الليل في غيبتك ليلين، أعزيل من مثلي فقد نصفه الثاني، فقدت الحبيب اللي يساوي رموش العين، وماتت غصون الشوق في وسط بستاني. أنا حالف منساك يا ناعم الخدين، مثل ما حلفت إنك ما تنسى وتجفاني. صحيح السنين اللي مضت كنها يومين، يا مسرع سنين العمر لا صرت طرباني. ألا يا زماني كيف ترضى علي الشين، تركت الخفوق يهيم في بحر الأحزاني.
خذيت الوليف اللي سكن خافق سنين، وخليت دمي سائل فوق الأوجاني. فقدت الوليف اللي ذي خذا حشمة الغالين، ترفع على عرش الغلا وسط شرياني. لا غابت علي يومين أدور عليها وين، ولا غبت عنها جات تنشد على شاني. أنا من كثر عشقي هويتك يا حرف السين، بداية حروف اسمه على بدع قيفاني. عسى الله يبيحك يا بعد كل هالحيين، عساك الجنان الخضر يا نصفي الثاني. صح لسانك، صحك أحسن. حرف السين من المعني؟ والله حرف السين كثير، لكن احنا يعني الحين هي في جنات النعيم ان شاء الله. الله يرحمه ويرحم كل ميت. واحد يذوب مع الكلمات ولا مع الاداء ولا الله يطول. يعني ذكرتني يعني كنت اسمع بالليل. انتظار طويل. تدري يا رشه انا عندي برنامج. نعم. رشه عطر. اي نعم. يذاع هذا كل يوم الساعه 11:30. متى بدا والى هذه الساعه؟ 1980. شوف ما شاء الله. والله من يصدق يعني. ايه تاريخ يعني، حتى اصبحنا يعني علامه مميزه على الخارطه، خارطه الاذاعي. ايه نعم نعم صحيح صحيح. لما يعني سالتك في بدايه الحلقه هل انت شاعر ام اعلامي؟ ما جاوبت، بس رحت وسردت في النواحي الاعلاميه اكثر. شوف لكن اين تجد نفسك في لا لا داخلك؟ انا بقول لك هذا كلام مهم جدا. انا كنت اكتب في السبعينات، لكن احنا في هذاك العهد نستحي ان نقول شعراء. ليش؟ يعني كانت الحشمه والقيمه والهذا لها قيمه عندنا. يعني امامك برشد البذال، امامك عبد المحسن الرفاعي، امامك واجد من الشعراء الشيبان الكبار. نعم. مفرح الضمني، طلال السعيد. كنا شوف يعني كنا غايه في الرقي والسمو. ما نتكلم، انا ما اعلنت شاعر الا يوم 1980 عندما غنت لي نعيمة سميح باركوا لكويتنا. كان أيام احتفالات العيد الوطني. نعم. نعيمة سميح قام غنت جريت وجاريت، وكانت توهم غنية جريت وجاريت، فأخذت هذه الأغنية الوطنية أخذت زخم كبير بين الناس. نعم. فبعدين مشت الحال. زين أو يعني في بداية مشاركاتك وأعلانك للساحة بأن هناك شاعر يدعى حيدر مرداس الهزاع. نعم. وتغني لك نعيمة سميح، وانت تبدي المسيرة بأغنية وبثنائية للكويت، ما تشوف ان هذا الامر يعني يحملك مسؤولية ويلقي بظلالة بشكل انا كبير. انا هذيك الليلة كان عمري 24 سنة، رجعت من الدورات. نعم. ما نمت فكر، مصاب بالزهو والنشوة. كيف كان الارتباط مع يعني شلون انفتح الباب معنا نعيمة سميح؟ والله شوف يعني بواسطة شخصية معنية يعني معينة نسائية هي اللي أوصلتني وخذتها، ولا أنا نعيمة ما أعرفها. بعدين عاد انفتح الباب، غنى عبد المجيد عبد الله خلاص روحي اتركيني الحالي، الله ننسى الذي قد صار. أيه. ونبدله غير، ما اقول غير، اصبر على اللي جرالي. أيه. ولا اقول غير، الله يذكرك بالخير الى الاخر. منو المعني في هذه الاغنيه؟ واجد واجد. الله الله اسلم. شنو تعني لك هذه القصيده؟ هذه الكلمات طبعا تعني لي جرح غائر، جرح ما زال ينزف. والله والكثيرين من يسمعون هذه الأغنية لهم مواقف، ويعني الأغنية اسقاطها على مواقف أكيد حياتية. صحيح. صابت كثر. شوف أتكلم ها؟ إيه تفضل. أنا أثناء
أثناء في الفترة هذه أنا عندي صديق يعني شروة من عندي أخ كريم اللي هو خالد الشيخ. نعم. إيه أبو دارين صديقي، وترى أبو دارين دائما يقول أنا ولد عمك. قلت شو اللي جابك ولد عمي؟ قال أنا شمري وأكدني. أنا ما أكرم. إيه قالت المهم كلنا إخوان وهذا. في هذاك الوقت في الخنقة وفي الوقت لحن لي 4 أغاني. ما شاء الله. لحن خلاص روحي اللي الحين على الهواء، لحن اللي بعد نسمعها اليوم يا شوق علي عبد الستار، لحن حان الوداع اللي غناها هو ولحنها هو، لحن آه من قلب تبلاها الطواري وغناها أحمد الجميري. ما شاء الله. يعني أنا أيضا بضيف، لأن الربع اليوم قالوا لي دام ضيفك العم أبو عماد قول له إن إحنا من عشاق هذه الأغنية، أنت يا ناصر سعد الحمضان ونعم، وخالد محمد الجاسر ونعم، يعني هذا إخوان دنيا. أي ونعم. يقولون هذه من أروع الأغاني. أيوة كل التحيات. ديوانية. طبعا الشاعر الحين بقول الشاعر خلاص الجو جو الشاعر شاعر و يعني نبي نكشخ نقول الزميل الإعلامي القدير كاشخ كاشخ باسمك ورسمك الله يحفظك. اي والله ابو عماد حيدر مرداس الهزاع، الأغنية خلاص روحي تعتقد انها اخذت يعني ما يكفي من النجومية والانتشار؟ خلاص روحي في عام 1900 يعني قبل الغزو ب3 سنوات 87 كانت في ألبوم اللي نزل مع سمو الأمير خالد الفيصل الله يحفظه يا طائر الأشجان وكم أغنية. هذه الأغنية من أغاني عبد المجيد عبد الله ما زالت حية. نعم. عبد المجيد يمكن قلنا إلى الآن يمكن 500 أغنية شغال على طول كذا وكلها على رتم واحد ما شاء الله. بس أبو عماد استغرب عدم يعني غناء الفنان عبد المجيد عبد الله هذه الأغنية في حفلاته الغنائية في السنوات الأخيرة. ما أدري عنها. حتى طائر الأشجان جميلة يعني حقة الشيخ خالد الفيصل الله. ما هذا شيء يخصه هو الإصطاف اللي وياه، ولكن أغنية إلى الآن حتى الجيل الحالي حتى احنا ترى في الإذاعة مطلوبة يعني. نعم. يتصلون الناس يطلبونها بالاسم يعني. نعم نعم أغنية وموسيقى، وبعدين هو اللي عطاها هذه الهالة الكبيرة الموسيقار الكبير خالد الشيخ هو اللي لحنها. اسمع الموسيقى شيء. أما الباقي الموسيقات اللي غني فيها عبد المجيد عبد الله مع كل الاحترام صديق وأخ يعني أصبحت متشابهة، ولكن هذا يقدم موسيقى عالمية. والكلمات الكلمات كلمات جرح كبير يعني الكلمات اللي يعني سال فيها قلمك هل تنم عن قصة حقيقية؟ طبعا لك شخصيا ولا لآخر؟ لا لي أنا ما أكتب باسم الآخرين ولا أكتب إذا طلب مني. أشياء هي التي تعتمل فيني من الداخل وعوامل التعرية تشتغل تصبح تمشي بالشارع ما تدري وين تروح. بتركك الآن أنت والمستمعين وكلماتك. خلاص روحي. خلاص روحي. خلاص روحي وتركيني الحالي، ننسى الذي قد صار ونبدله بالغير، ما أقول غير أصبر على اللي جرالي، ولا أقول غير الله يذكرك بالخير، ألا أقول غير الله يذكرك بالخير. من أول لا قلت عندي تعالي، قلت أجيك أسرع من الريح والطير، اليوم يوم أنك لقيتي بدالي، ما صار حشمة ولا صار تقدير، واليوم أبصبر والصبر راس مالي، حتى القدم ما عاد يقوى على السير، لا وحسافة لا وحسافة على ذيك الليالي، أيام أخذنا بالسعادة مشاوير، أنا الذي غلطان فيما مضالي،
وليا تحملت الخطأ عاد شي يصير، سلمت لك قلبي، سلمت قلبي لك ورخصت حالي، لا جيت في زلة ولا صار تقصير، ألا تركت الغير حبك مجالي، في وسط قلبي ممتنع لك عن الغير، خلاص خلاص روحي واتركيني لحالي، ننسى الذي قد صار ونبدله غير. صح لسانك والله أبو عماد، ما ودي تسكت، ودي أسمع و... يعني تركنا في رحلة الله مع مشاعرنا. بسمعك أكثر إن شاء الله بإذن الله بإذن الله. أبو عماد الله رزقك يعني رجال، إن شاء الله يكون خير امتداد لعيال، الله يحفظهم عماد إن شاء الله لك عقب عيسى إن شاء الله اللهم آمين. وكل من يسمع عندك عماد هو البكر، عماد عندي هو الكبير نعم الله يحفظه، محامي محامي، ويجي وراه خالد، خالد أيضا محامي، اثنينهم في مكتب واحد في الشعب. نعم. الله يوفقهم الله يطول عمرك. خالد كان ينزل في مجلس الأمة، نعم نائب، نائب خالد المرداس. أي نعم نعم، لا مو خالد المرداس، خالد المرداس العجمي، والنعم فيه صديقنا أخونا خالد، كان مرشح لثلاث دورات لكن ما حالف الحظ. أي خالد مرداس الهزاع. أي خالد حيدر مرداس الهزاع. نعم. وعندي مرداس من أجمل أولاد بالنسبة لي، يعني أحبه و... ليش اشمعنى قلت من أجمل الأولاد لمرداس؟ دائما مرداس يتصل علي ويقول لي يبا شنو أسوي لك، شنو أجيب لك، شنو أشري لك، ولا عيالي ما أفرق بينهم. الله يجعله بارك، يعني مثل ما تقول مثلا عماد، عماد هو رأس مالي يعني، الله يحفظه، هو يدي يعني اليمنى. نعم. وخالد كذلك. نعم. ومرداس كذلك، وعبد الوهاب كذلك، الله يحفظهم. هذيل الأولاد الأربعة يعني هي ثمرة الحياة، هي جمال الحياة، ولا أصبح كل شيء الآن. إحنا أول نفرح حتى إذا شرينا سيارة صغيرة. صح. نفرح فيها. صح. الحين ما عاد شيء يفرحك، كل شيء بمتناول. الله يحفظ لنا الكويت ويحفظ حكامنا. اللهم آمين. أنا بس البارح وأنا دردش مع مرداس، لا مرداس صديقي، هو مو صديقي، هو أخو دنيا. صحيح. نعم. هو عايز وهو يوصي. ايه ابوي حطه في عينك. طيب طيب ابوي لا تضايقه ابوي. طيب طيب ما شاء الله. ما يدري ان ابوه ذيبان، ابوه ذيبان. ما احنا محتاجين توصيات، لكن كل البر فيه ان شاء الله. شكرا جزيلا. الله يجعلهم ضارين فيه. في موقف يعني على طاري صوت العرب، في موقف صار لك اثناء وجودك في الدوره، تم اتهامك بدفع رشوة للمحاضرين. اي والله. صح. شنو اصل وسبب هذا الاتهام؟ يعني هل سمعت الخليجي ان هناك، لانه هو في بحبوحة عيش، انه صحيح عنده فلوس فيتم تداول مثل الكلام؟ صح. انا كنت مذيع متدرب في صوت العرب في ماس بيرو الدور السادس اذكر. نعم. والدورة هذه مذيعين من الخليج، من الأردن، من مصر، من سوريا، مجموعة. نعم. فأنا يعني أضحك وياهم، قلت ما إحنا إيش لنا في الدوخة، كل يوم اختبارات ميداني واختبار نظري والكلام، خلنا نجمع المبلغ هذا ونعطيه ونفتك. والله أني قلتها ونسيتها. والجروب مخترق طلع. اي عاد انا بقول لك من المخترق. يعني سبحان الله الدنيا تلف. ونسيت الموضوع. زين. وكان يوم هو صعب علي، يعني بعد يومين هذا انطق الباب علي، وكان محمود في السفارة الكويتية يعني عامل يشتغل، فطق الباب علي قال لي شلونك، وانا عارفه كان ايامها محمود يجيب لي رسائل، ما كان تلفون، تلفونه تقعد من الصبح يلا يجيك بالليل. صحيح. يجيب لي رسائل وكذا يعني مثل ساعة البريد. قال لي الحين المانا جايب لك رسائل، بكرة السفير يبيك. وهو قال السفير الله وكيلك، يعني لو قايل أي شيء خلص وقفته. شبي يا ابن الحلال ما سمعت شيء، ما قال، قال والله ولا أدري شيء، بكرة الساعة 9 يدوك هذا وهذا. الرجل طخ طخ، مو طخ طخ من قلب. الله سخرها لك. اي والله كمحامي دفاع. اي المهم هي واقفة، هي واقفة
قلت يلا تامر عشري قال لا خلاص بس يعني بما معناها لا تعيدها قال لا قول لي بكيف قلت طلعت طلعنا ونجات مع بعض سلمت عليه شكرا يا أستاذة ما قصرتي وأنت قال طبعا المذيع لما يشوف أي فنان أي شاعر خاصة عندنا برامج نبي نسوي معاك لقاء قلت لها أستاذة أعطيني رقمك شبي يعمل قالت خلاص بكل سرور أعطتني الرقم أنا نسيت أسبوع 10 أيام ما دقيت عليها هو سبب مجيئها لما جاء وياها حلمي رفلة قالت يعني ما اتصلتش أيوة وجاء سراج عمر وبدأت عاد والله في السيارة قبل شوي تكلمني قال السلم لي على الأخوان قلت له أنا رايح كذا وكذا وتبقى الذكرى تعصر وتجرح القلوب نعم. اي والله زين الله يعطيها طولة العمر اللهم امين وكل من يسمعنا هذه فرصة ايضا بسألك تفضل العمل في هذا المجال دائما لا يخلو هذا الباكج يجي نعم تجي معاه مضايقاته وتجي معاه مثل ما في نجومية هناك أمر آخر لابد أن تقبل فيه كونك دخلت فيه كشخصية عامة صحيح تم إطلاق بعض الشائعات هذه الشائعات تزعجك بأن هناك ما سر علاقة الشاعر والإعلامي حيدر مرداس الهزاع بالفنانة نجاة الصغيرة بل قالوا أن أنتوا متزوجين أنا أقول لك السالفة أنت لو تدخل على اليوتيوب ترى عجب العجاب وشفت العجاب مقابلات وأول ما يجي المذيع يسولف معك 10 دقائق أنت متزوج نجاة الصغيرة قلت يا ابن الحلال إيش السالفة أولا لو بتزوج نجاة الصغيرة ما في أحد يردني ونجاة الصغيرة ما هي عيب إذا تزوجتها 1000 واحد يتمنى أنها يتزوجها امرأة جميلة وامرأة من أسرة وفنانة كبيرة علم من أعلام الفن ولكن أنا ما تزوجته أحطها بذمتي كذب ما تزوجت نجاة الصغيرة ولكن لي علاقة معها علاقة خوية علاقة صداقة يعني جت على رأسه بحكم الوسط أكيد في مثل هذه بالضبط العلاقات بالضبط والمعارف بالضبط يعني بس يعني اليوم هذا الرد لما يكون من صاحب الشان خلاص يفك أي أمر في اختلاف أبو يوسف أنت ما شفت اليوتيوب انا ارفض يعني ما اقول تزوجته وانا صاد ما تزوجته يعني ما يجوز على امراه اقول ان تزوجتها وهذا غير صحيح هذا امر غير شرعي بعدين يعني قبل 15 يوم 20 ارسلنا لها كاكاو وارسلت لها كاكاو واحنا مستمرين معاها من هذاك العهد وهي إنسانة مرحة وإنسانة طيبة وإنسانة نسمع أغانيها وزرعت الفرحة والسرور في قلوب الناس وما زالت لكن مسكين أنت متزوجها أنت مشتبي أنت متزوجها ما أنا متزوجها في أحد لقاءاتك لفت نظري أنك أنت رفضت فكرة وجود طقوس لدى الشاعر لكتابة الشعر بالضبط إيه؟ يعني سالفة أني أنا أجلس على بين شمعتين ولا على البحر ولا بالبر وأكتب بالظلمة وغيرها من هالطقوس هذه ما تجوز لك زين هذا الشاعر حيدر مرداس الهزاع كيف يكتب شعره شوف أنا أبدخل وياك مدخل ونوصل أثناء دورتي هناك إحدى الدورات هي 3 دورات اتصل فيني صالح الشايجي أبو ناصر الكاتب هو زميل وإنسان مقدر وكل الاحترام حق أبو ناصر أخونا العزيز قال لي فلان أنت الحين في مصر أخذ كانوا إذا تذكر أبو عيسى يعطونا مسجلات نايجرا هذه عطوني إياها ويحذرون يدير بالك ضيع منك ترى ب600 دينار هذه أوكي قلت آمر قال لي عبد الله الفيصل صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله الفيصل موجود في الشيراتون أخذ مسجلتك وسوي لنا معاه مقابلة علشان برنامجي آخر الليل قلت خلاص تم أخذت المسجلة وعندي كورنيه من صوت العرب مثل تسهيل الأمور فرحت جيت الشيراتون أول ما جيت ولا في مرة عجوز كبيرة يعني ومعها بنتها جميلة واقفين مني وفي مني رجل أسمراني مفرع واقف
وبينهم مشادة بين الرجل الأسمراني المفرع وبين الريسبشن. يبي يصعد عند الأمير، قال ما تصعد، شو صعدك؟ قلنا له، يقول لا. وهذه البنت واقفين، فجيت قلنا أنا حيدر الهزاع مذيع كويتي متدرب في صوت العرب، وهذا الكورنيه بصعد نسموه الأمير. قالوا خلص اصبر نكلمه، كلموه قال خلص جيبوا لي الكويتي وجيبوا لي المرة وأمها. فصعدنا أنا وياها. هذا الأخ طبعا أنا أحبه وصديق وكل التقدير، وقام الآن وهام ما يحتاج كل التقدير له، عباد الجوهر. الله شوف يعني شوف. فصعدت ويا منو الحرمة هذه؟ هذه عزيزة جلال وأمها. الله الله والله عزيزة جلال، عزيزة جلال مأساة. بعدين تزوجت علي الغامدي سعودي، نعم، وجابت منها أولاد وكذا. توفى علي الغامدي في فشل كلوي والله. اي والله، بس ما حبيت أنا يعني إذا تسمعني أنها ترجع تغني من جديد لأن أكبرت وكذا. فكل الاحترام لها. صعدت عند صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله الفيصل، هذا الرجل الذي أحبه كثيرا، وهذه القامة وهذه المدرسة. نعم. كيف تعرفت عليه؟ ما أعرفه. صالح الشايجي قال لي روح سبعالك، روح الشرطون وتلقاه هنا. فدخلت عليه الله يرحمه وغمد روح الجنة، مفرع وقاعد على الغنفة، حبيت على راسه، قعدت وياه. قال لي أول شيء أبيك تقول لي من هو أبوك. قلت لأبوي فلان الفلان الفلان. قال لي أمك؟ قلت لها أمي فلان الفلان الفلان. هو طالعني قال أجل إيش سماك حيدر؟ والله قلت يا طول عمر. قال قصة، قلت له السالفة كذا وكذا وكذا، وأنا أفتخر في اسمي وأنا صحيح. حيدر أسد طبعا، اسم الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. وقمت شرحت له، قال إيه أوكي أنا أوكي. قال يا الله أفتح المسجلة. سألته كثير من الأسئلة اللي قالها أخوي أبو يوسف. قلت له سمو الأمير أنت متى تكتب وشون تكتب؟ قال أنا أكتب في السيارة، سيارة تمشي وأنا نايم وأنا في عزيمة، ما عندي ساعات، أكتب فرقة وتقعد الفكرة 5 شهور ما تكمل، وفي بعض الأحيان أكتب سطرين وأكملهم في أسبوع وتكمل القصيدة. قال أنا كتبت خذني معك لأصير جسم بلا روح حيث أنها تقفي إلى أقفيت روحي. هذه كملتها في 5 أيام وهي من أكبر النصوص الغنائية، وغناها طلال مداح. من الأسئلة اللي سألتها يعني سؤال وكان ضجة الجميع وعيدة في مقابلاتي، قلت له طول العمر نزار قباني طالعني قال لي أنت ليش سألت السؤال هذا؟ قلت له والله نزار قباني يعني كذا. قال نزار صديقي بيدخل بيتي وأخوي وحنا أخوان، يا ليتك من تسأل السؤال، أنا عارف شنو بتسأل. قلت له نزار يعني. قال نزار اسمح لي أني أقول ويا ليت ما يسمعني، لست بشاعر. أوف والله العظيم، وأنا قلتها في مقابلات يدخل موجودة أنا أتحملها. قلت شلون طول عمر؟ قال نزار يكتب على جرس موسيقي قوي وتفعيله ويصفق له الصبايا في أيام الربيع. نزار لا يستطيع كتابة القصيدة العمودية المقفاة اللي كل الجمال فيها، وهذا كثير من الشعراء يقول يسمونها الحداثة يسمونها بس لا يسميها قصيدة. وأنا أعتبر والله هذه كلمته، أعتبر هذه مؤامرة على القصيدة العربية. بس ما تشوف هذه يعني أمور فيها قد تكون فيها حساسية؟ لأن لا، هل نزار عاجز أنه يكتب القصيدة؟ ولا عمره كتب قصيدة ولا عمره كتب. صحيح. يعني أشوفه هو متمرد على ما يعني هو ما قال سمو الأمير رحمة الله بس عليه. أنا أستشعر بأنك أنت مؤيد ضمنيا في رأيك لرأي سمو الأمير. صحيح صحيح صحيح. لا يعني نعم، مع أنك أنت ترى في لقاء آخر يعني اسألوك عن تقييم الشعراء فقلت وا السفاه،
طبعا. وقلت ان يعني كيف ان احنا نقيم الشعراء صحيح، اذا هذا ما تشوف فيه تناقض ولا لا؟ لا انا اتكلم، انا استند الى قول سمو الامير عبد الله الفيصل، يعني انا معاه في هذا. ولكن يعني عندنا الان شعراء يعني بالمئات، ويعني ولا ان شاء الله ما عليهم زود، لكن هذه الحياة. كانوا يعني الكويتيين 200,000 ما كان شعراء إلا 5-6-7، لكن الآن عندك يعني بالملايين. من تسمع من الشعراء حاليا؟ أسمع محمد العبد الله الفيصل، لأنه تربطني في علاقة أخوية، وأكلت في بيته وعشت في بيته. وعبد الله الفيصل هذا إلى اللي أنا يعني أتوق لهم غير لا أسمع أسمع، لكن ما في يعني لا تتابع؟ لا ما أتابع أو ما يعني تشوف الساحة الشعرية الشبابية؟ لا لا لا، مملية بالقصائد الجميلة والقصائد، لكن الآن بكون معاك صريح، غاب الحضور، غابت الإشراق في الانتشار. ما عادت الأمسيات الشعرية مفعلة كما كانت في السابق. لا شوف، والشعراء ما يعني ما 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 قمت تشوف إسهاماتهم ونشاطهم كما كانوا في السابق. أبو يوسف سم، مجلدات تنزل اليوم القصائد، لكن الشاعر شنو؟ الشاعر ترى ما تصدقني، الشاعر حضور، الشاعر يعني القصيدة إذا كان الحضور طاغي عندك القصيدة تنتشر بشكل رهيب. هالحين صار المس في كل شيء، صار الهذيان في كل شيء، ما تعرف من قال وش قال وما قال، كل واحد يطلع أنا شاعر وكل هني يعني العرض كثير، لكن الغث أيضا كثير. هذه معادلة. لكن سألت عبد الله الفيصل رحمة الله عليه، رحمة الله عليه، إيش قال لي؟ هو قال لي أنا عبد الله الفيصل، أنا الأمير عبد الله الفيصل، أبوي الملك فيصل العظيم رحمة الله عليه، أنا وزير الداخلية، أنا الشاعر، أنا ولكني لم أستطع أن أسيطر على قلب امرأة فلاحة في الجوف قالت ما أبيك. إيش قال لي؟ قال لي أنا مستعد أجيب لك قصور فرنسا وأحطها قدامك، ولكني لم أستطع أن أسيطر على قلب امرأة قالت لي أنا ما أحبك ما أبيك، يعني ما بيننا التواف. سولف لي، قال لي خضعت لي هذه التجربة يعني؟ أوه، لأن العدد هائل والله، يعني هذه تجارب. شوف جمال الحياة، لما ترفض أنت كشاعر عادي، شو ردة فعلك؟ عادي، أنا ما أعرض، ترجع لا 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 أبو يوسف، أنا ما أرفض لأني أعرض بضاعتي، لا لا، هي تجي بسوالف ثانية أي، لكن يعني قال لي عبد الله الفيصل رحمة الله عليه، قال لي في أحد الأيام، كانت الأغنية ما تنزل في الراديو السعودي أيامها، في كان عندنا زميل كبير المذيعين في المملكة العربية السعودية الشقيقة بدر كريم، فيقول جاني أنا على استاد المباراة أتابع المباراة، فجاني بدر كريم قال لي يا سمو الأمير أغنيتك نزلت الحين، تنزل بالراديو، أنزل اسمعها تكفى، هذه أول أغنية تنزل حق صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله الفيصل رحمة الله عليه. فيقول أول مرة وأنا أنزل أنا وبدر كريم اللي هو رئيس وكبير المذيعين حق السيارة، فتحنا الراديو، كان من يغني الله يرحم شاد الرياض، المطربين اللي يسمون شاد الرياض كذا، يقول سمعت الأغنية نزلت دموعي. قلت ليش يا سمو الأمير؟ قال لي لأنه كسر القصيدة والله في الغنى، في الغنى يعني كثير المواقف. الصحافة خذت أيضا حيز من حياتك العملية، صحيح، لكن ما استمريت فيها أبو عماد، كلمنا عن هذه الفترة. شوف، هي الصحافة أنا انسحبت منها. ليه؟ وزارة الإعلام مشكورة عطتني ترخيص لإنشاء مجلة. حلو، فأخذت التراخيص ودفعت التأمين والسوالف هذه. متى هذه؟ بأي فترة؟
تزامنت مع إصدار المختلف ولا قبل؟ لا المختلف قدامي شوي أيام، يعني يمكن قبل 15 سنة أعتقد شيء. طيب فأنا ناوي أسويها مجلة ثقافية وشعر، فجاني أخوك خالد ولدي، خالد دين وتعارف يعني يقطر دما، فقال لي هذه المجلة أبيها. قلت إيش تبي فيها؟ قال أبي أسويها مجلة دينية إسلامية. المجلة شنو سميناها؟ السمو. يعني واحدة من الأغاني اللي ذكرتها حان الوداع واللي نبي نحطها، هذه من كلماتك وألحان الفنان خالد الشيخ وغناء خالد الشيخ إيه والله. ليش أغلب أعمال أبو عماد المغنى من ألحان القدير خالد الشيخ؟ خالد الشيخ صديق وفزعلي في هذاك الوقت، يعني المواضيع فزعة ولا تخضع إلى، يعني هو جاني قال فلان ولا يهمك وهذه الحياة وهذه، يعني أنا أصلا مثل ما يقولون البدو جربة مخروقة، يعني ما يهمني مشي يا حمزة. لكن هو قال لي بك تعطني نصوص، أعطيته نصوص قوية جدا، خذاهم أربعتهم اي والله ولحنهم مره واحده في مرة تعاون واحد وهو كان يعني وليش ما تم استكمال هذه؟ تغيرت الظروف مع الامور طيبه مساعة والله. لا مساعة مكلمني قلت له ترى يمكن اطلبك تطلع معانا على الهواء فيه. قال لي والله يا فلان عندي ظروف خليها بعدين بس بطلب منك طلب. قلت تفضل. قال انا ارسلت لك دعوه عاملين فيلم سينمائي وتكريم كبير مؤسسة ثمانية اسمها في البحر الأحمر، فأرسلوا لي دعوة قالوا تجي. بس أنا قلت له يا أبو دارين أنا بعد كم يوم رايح فرنسا ومن فرنسا أطلع لندن، فأنت هي متى؟ هي يوم 28، أنا يوم 28 مسافر، فأرجوك تسامحني لكن إذا قدرت جيتك. فقال سلم لي عليهم واعتذر منهم والله نسيتهم. الله يسلمه، الله يسلمه والله يسلمكم دوم، الله يطول عمرك. وحان الوداع هذه هم نتاج يعني هذه نتاج كلها تجارب فاشلة. والله الخلل فيك ولا في الطرف الآخر؟ والله يا دائما شوف دائما الظروف ما تجتمع، لازم لما يصير التركيز ويصير التوازن لازم ظروف سيئة وظروف جميلة. الديوانية. الساعة 4:15 لكن يعني استشعر صدق هذه المقولة اللي تقول لك الأوقات الجميلة تمضي سريعا مع من نحب، وأشهد الله أني أنا من المحبين ومن المعجبين لحضرتك اليوم نورنا في إذاعة التلفزيون. شكرا جزيلا. وأنا كذلك الشعور واحد. الشاعر والإعلامي القدير حيدر مرداس الهزاع. نعم أبو عماد، يعني الحديث معك ممتع. الله يخليك. وودنا نتكلم في جزئية مؤخرا، يعني في السنوات الأخيرة انتشرت برامج الشعر في الخليج. كيف تقيم هذه التجارب مثل شاعر المليون وغيرها من البرامج، برنامج البيت يعني غيرها من البرامج، شلون تشوفها؟ شوف لازم أبو يوسف نبدأ في البدايات. البدايات أفسح المجال حق ناس كثيرين بعمل قنوات تلفزيونية. طبعا هذه القنوات التلفزيونية أصبحت معول هادم لكل الإبداع. أوف نعم، يحط له قناة ولا يعرف أصلا عن الإعلام شيء وعلى مقاييس الإعلام، وتعيش هذه القناة على التبرعات من تحت الطاولة، تنتهي التبرعات تنتهي هذه القناة، يروح يصور برا تصوير لا يليق، مثلا يصور بعارين ويصور غنم في المحصار وهذا ولا هو على أنه يعني ما في أدوات القناة الحقيقية، في ارتجال واجتهاد يعني شيء كان أقول لك كان شيء مضر للإعلام. وأنا تحدثت معهم قلت جماعة ما يصير كذي، يعني تصور
يعني ما يجوز. في يعني في رقي فيه يجيب مذيع عفوا شاعر او اي كان ويسوي له كاميرا الخفيه، شنو الكلام هذا؟ ويتهاوشون يعني هذا سلوك، هذا سلوك يعني صحي وحضاري؟ طبعا لا. فسقطت كل القنوات ولم تبقى قناه واحده، انت ما في دعم، ما في فلوس. اللي هذولك تغيرت الظروف وتغيرت مسارات السياسه فانتهت. عطني قناه شغاله الحين الا ما رحم. في جزئيه برامج الشعر هذه تشوفها ما لها، هي ضرت الشعر، ضرت الشعر. استدعوك بعض البرامج كمحكم عملوا معي لقاء وتكلمت في هذا، قلت لهم لا مونتاج ولا شيء، انا اتكلم من الصالح العام. انتم اللي قاعد تسوونه خطا لا يليق في الشعر، ربما انا من كوكب اخر ما ادري، ولكن شيء يعني مو صحيح اللي تسوونه. مره انا كنت في الامارات العربيه المتحده الشقيقه العزيزه على قلوبنا، ايضا عملوا معي لقاء مدير الذواري. صفنت اشوفك. طبعا هذه احد السكاكين المخفيه. والله لا يجيب سكين. هذه الفقره كل ضيف يجينا نسأله ما بنقول نلعب معاه، لكن هي تبين هنا كل واحد ومقدرته على التعبير ومنو اللي يجيد الكر والفر وما إلى ذلك. وفي كلمتين يعني كلمتين تفضل. يعني لو أقول لك أسماء معينة نبي نعرف شنو تمثل لك. أبو عماد صاحب السمو الملكي الأمير الراحل محمد عبد الله الفيصل. سمو الأمير صاحب السمو الملكي الأمير محمد عبد الله الفيصل بمثابة أخوي الكبير، وعشت وياه عمري تقريبا، وحزنت وخسرت رجل في 2011 توفى في أمريكا رحمة الله عليه أبو تركي. جميل جدا، لكن نحتاج اختزال هذا الكلام في جملة كلمتين ثلاث بعد الاسم. صح أدري صعب، وهذا التحدي في الموضوع. والده الأمير الشاعر عبد الله الفيصل. عبد الله الفيصل صاحب السمو الملكي هذه المدرسة وهذه القامة والهامة، التقيت بعد مقابلتي الأولى معه عدة مرات، وأجد في عينيه الحنان والحشيمة والإكرام. هذه الأسرة الكريمة أسرة آل سعود على الرأس والعين، ونحبهم وأخواننا، فلا غريب بأن يكون محمد عبد الله الفيصل منهم، ولا سمو الأمير عبد الله الفيصل الله يحفظهم. فنانة نجاة الصغيرة. على جرح حالة. نكتفي بالأو بس. سمو الأمير الراحل الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة. ونعم أنا حقيقة هذا الرجل شاعر وقامة، وأنا إذا رحت البحرين أنا وعيالي، وعيالي يعرفون الشيء هذا، ننزل على ضيق العربي. أنا كويتاوي. احنا سعيدين جدا بوجودك بعماد. الله يطول عمرك، لكن في كلمة أقولها يعني أنا أتضرع في نهاية هذا اللقاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يطيل في عمر سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسيدي سمو ولي العهد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح، والكويت الجميلة، الكويت الأم، الكويت البيت، الكويت العمر كله، أن يحفظنا من كل شر. آمين يا رب. آمين. وأنا في الختام يعني بعد ما يعني أكرمتنا بهذه الطلة وبهذا الحضور أخوان، وأنا أنت الله يحفظك، الله يحفظك أنت أخو ما يحتاج، وتدري شنو وقعك، وأبو عيسى أخو فوق هذا ولد عم بعد. الله يطول الله ونعم فيكم جميعا. بس عسى الشمري ما يعني مضبوط جدا جدا جدا. والله أنتم مكرميننا في حضوركم، في تواجدكم، في إثراءكم لنا في الحوار. عنا في الكويت طائفة واحدة، نعم. كلنا نحب الكويت، نعم. ما في هذا فلان وفلان. نصيحة لنا احنا الإعلاميون الجدد في هذا المجال،
للشعراء الجدد، صاحب التجربة أبو عماد الشاعر والإعلام القدير حيدر مرداس الهزاع. أتركك مع الميكروفون. بقول لك شيء، خلى حلق في وذنك. أنت خاصة المبدعين، أنت على أبو عيسى يعني لكم حضور قوي في البلد وفي دول الخليج، وهو في لكم من يكرهكم ويبغضكم ويعرقلكم، وإذا جاء طريقكم أوه هذه أنا مريت عليها بكل جدارة. فلا تقف عند محطة تكثر فيها الدبابيس، امش ولا الكشر، توقع إحباط ليل ونهار. صحيح، هذا نصيحة يعني، امش ولا تلتفت. عسى الله يحفظك. بس هذا اللي يقول. في الختام ودي أحط لك يعني أغنية للفنانة نجاة. أي والله يا ليت. الصغيرة. نعم. والأغنية اللي أنت اخترتها قبل. في وسط الطريق. في وسط الطريق. نعم هذه أغنية. الله 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 يا أخي أنا شو أسوي؟ نراك على خير، شكرا لك. عسى الله يحفظك. الله.